اهلا وسهلا بحضراتكم شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهارده جايب لحضراتكم مشروع وموقع قوي جدا يغير حياتكم 180 درجة للربح من الإنترنت. الموضوع دوت قوي جدا ومحدش بيتكلم عنه لأنه محتاج شرح بطريقة معينة والنهارده أنا جايب لك الطريقة دي بأسهل شرح ممكن على الإطلاق بخاطي فيه كل المبتدئين بدون أي رأس مال على الإطلاق. طبعا كلنا عارفين أي بيزنس أو أي مشروع عشان ينجح على الانترنت في الغالب في مواقع زي شوبيفاي مواقع زي اتسي مواقع زي برينتيفاي في بعض الاحيان عشان الموقع بتاعك او الشغل بتاعك يقوم والناس كلها تشوفه بيبقى محتاج تسويق بيبقى محتاج راس مال معين حتى لو بسيط ولكن لا بد في كل الاحوال يبقى فيه دفعه معينه براس مال صغير حتى لو 2 دولار 3 دولار والكلام ده كله، طيب انا النهارده بعمل ايه؟ أنا النهارده جايب لك مشروع انا بنفسي مجربه، انا بنفسي شغال عليه وبالاثبات هتشوف كل حاجه معايا، موقع بيضمن لك ان شاء الله تحقيق ارباح بالاستراتيجيه اللي انت لازم تطبقها عليه بالشكل الصحيح اللي انا جايبه لك، انا مش جاي النهارده اطلب من حضرتك انك تديني لايك، مش جاي من حضرتك النهارده اطلب انك تعمل لي اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس اتفرج علي الحلقه من اولها لاخرها والحكم النهائي لحضرتك هل الاستراتيجيه دى كانت مجديه بالنسبه لك ولا لا اعمل لايك هل الاستراتيجيه دي انت شايفها صعبه او ان هي صعبه التنفيذ برضو آه ليك حريه التعبير في التعليقات تحت ولكن في كل الاحوال انا كمبارك بربح من ورا الاستراتيجيه دي وانت ان شاء الله تعالى هتربح من ورا الاستراتيجيه دي وده اللي انت هتشوفه معايا في حلقه النهارده باسهل طريقه ممكنه معاكم اخوكم مبارك ودي قناتكم فكره ثانيه لكل ما يتعلق بالربح من الانترنت وقبل ما نروح للشرح العملي والتطبيق العملي بفكر حضراتكم بالجيف اللي قيمتها 10 دولار هتقدم لفائزين اثنين هيتم اختيارهم لايف في حلقه يوم الجمعه القادمه وشروط المسابقه بمنتهى البساطه انك تعمل لايك للحلقه اشتراك في القناه والفعل. زر الجرس وتجاوب سؤال المسابقه الاسبوعيه اللي ببتدي أطرحها لحضرتك حالا وسؤال المسابقه بيقول اسمك والبلد اللي حضرتك بتتابعني منها في التعليقات تحت هو ده اجابه سؤال المسابقه بمنتهى البساطه ويلا بينا نخش في الشرح العملي تمام شباب الموقع اللي معانا واللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو موقع نوشن وده موقع تنظيمي رائع جدا لاي بزنس انت بتحاول تعمله والميزه كمان في الموقع ده انه مجاني بشكل تماما مش بس كده ميزه الموقع ده مش بس العمليه التنظيميه للبزنس بتاعك لا ده كمان بيساعدك انك تقدر من خلاله تبني شغلك وانت مرتاح بيساعدك انه بيقدم لك خدمه الذكاء الاصطناعي من جوه الموقع نفسه بتساعدك في ان انت تحط كل التفاصيل والادوات اللي انت عاوزها بضغطه زر واحده تقدر ان انت تحط صور تحط فيديوهات تحط مدونه تعمل كل اللي انت عاوزه على الموقع ده اصبر معايا هتشوف عظمه والعظمه لله وحده ولكن الموقع ده حرفيا لو انت مش شغال عليه فانت بتضيع على نفسك فرصه ذهبيه من العيار الثقيل طيب كل اللي هتعمله عشان تسجل في موقع نوشن بتعمل ايه؟ دي الصفحه الرئيسيه بتاعته كل اللي عليك يا صديقي ان انت تعمل جيت نوشن سايتس فري او من فوق على اليمين هتلاقي في كلمه اسمها لوجن دوس عليها بالشكل ده طيب هنا مطلوب من حضرتك ايه مطلوب من حضرتك انك تسجل بالجيميل او الابل او ان انت تسجل بامير خارجي خاص بحضرتك <applause> تمام اصدقائي مجرد ما انتوا عملتوا تسجيل دخول ده بيبقى الشكل العام بتاع الموقع طبعا الموقع فيه مميزات لا حصر لها يعني عاوز اقول ان اي حاجه حضرتك بتدور عليها عشان تعملها في الدنيا للربح من الانترنت او اي حاجه تانية خاصه بدراستك خاصه بوظيفه حضرتك عاوز اقول لك ان موقع النوشن ممكن يساعدك في تنظيمها وتطلع من خلاله احسن النتائج اللي في الدنيا كل اللي احنا هنعمله هنا ان احنا هنبتدي ان احنا ندوس على كلمه نيو بيج عشان ننشئ صفحه احترافيه بتقدر إن هي تتصدر محركات البحث بتاعت جوجل وهنشوف الاوبشن ده مع بعضينا بالاثبات جوه الصفحه نفسها، لو انا دوست على كلمه نيو بيج بالشكل ده بيجيب لك الصفحه اللي قدام حضرتك دي، طبعا تقدر ان انت تضيف كفر للصفحه بيبقى كفر فوق كده وتقدر ان انت تضيف ايكون كمان او لوجو خاص بصفحه حضرتك، يبقى دي كده اول خطوه انت بتعملها بتجهزها للصفحه بتاعتك انك بتجهز كفر هتعرف دلوقتي معايا ازاي نعدل على الكفر ده وينفع كمان تعدل وتضيف اللوجو الخاص بحضرتك الخاص بالصفحه بتاعتك، طبعا عاوز اقول لك ان الموضوع ده كله ما كإنشاء الصفحه وشغل عليه من عشر دقائق لربع ساعه ولو انت يعني بطيء شويه نص ساعه تكون الصفحه بتاعتك جاهزه بالمنتجات وهوريك دلوقتي ازاي ان انا بحط منتج رقمي رائع جدا من غير حتى ما انشئه او اتعب عليه والمنتج دوت بيجيب لي ارباح رائعه جدا 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 شهريا قبل بس ما اخش في الشرح العملي والتطبيق العملي ونكمل مع بعض عاوز اوريك التركية الحلوه قوي في موقع نوشن لما بتيجي تنشئ صفحه عليه لو جينا من الثلاث نقط اللي دوسنا عليها بالشكل ده او عفوا انا بعتذر لحضراتكم هندوس على كلمه شيل لو احنا خلاص خلصنا مثلا على سبيل المثال الصفحه بتاعتنا وعاوزين نعمل لها النشر بندوس على كلمه بابليش بالشكل ده بعد كده انا لو دوست على كلمه بابليش هنا خلي بالك من جزئيه مهمه شايف معايا سيرش انجين اندكسنج الارشفه في محركات البحث بتاعت جوجل لو انا دوست عليها بالشكل ده بعد كده بص بتلاقي في جمله بتقول لك ايه ديسكفرابل اون ذا ويب يعني ايه يتم اكتشافها على منصات الويب وعلى صفحات الويب وعلى محركات البحث بتاعت جوجل لو انا فعلتها بالشكل كده اي حد هيشوف بص اسم الموقع بتاعي طبعا احنا لسه مش حاطين الاسم بتاعنا ولا اي حاجه هيظهر عادي جدا في محركات البحث بتاعت جوجل زي ما حضرتك شايف دلوقتي معنى كده ايه معنى كده ان انت مش محتاج ان انت تسوق بنفسك براس مال مش محتاج ان انت تروح تروج للشغل او تفتح متجر على شوبيفاي على ايتسي على برينتيفاي الكلام ده كله لا انت كله شغال على موقع نوشن وموقع نوشن بيقوم البيزنس بتاعك بشكل مجاني تماما خليني اعمل انبابلش دلوقتي ونشوف مع بعض ازاي بنبني الصفحه بتاعتنا بشكل كويس جدا انا على سبيل المثال في الصفحه بتاعتي بالنسبه لكلمه انتايتلد يعني بتسمي اسم الصفحه بتاعتك البيج بتاعتك اسمها ايه طيب انا بالنسبه لي الصفحه بتاعتي هتبقى مكونه او المنتجات اللي موجوده فيها عباره عن قصص للاطفال هل انا هنشئ القصص دي او هتعب فيها هاجي اقول لحضرتك انت مش هتتعب في اي حاجه على الاطلاق الموضوع كله نسخ خلاص انت مش تعمل حاجه بنفسك مش هتتعب وتضيع وقتك في اي حاجه كل اللي عليك بس انك تعمل عمليه نسخ لصق وتبني الصفحه بتاعتك بشكل مجاني يعني تماما. طيب الاساسي دلوقتي طبعا احنا عندنا الكفر بيج عندنا اللوجو ناقص ان احنا نحط العنوان بتاع الصفحه بتاعتنا على سبيل المثال انا هسميه ماجيك ستوريز تمام قصص سحريه او يعني ده اسم الصفحه بتاعتي طيب بعد كده ممكن اعمل ايه ممكن هنا نيجي طبعا زي ما انت شايف من علامه البلس دي لو دوست عليها بتلاقي فيتشرز كتير جدا او مميزات كتيره جدا ممكن ان انت تضيف التكست تضيف عنوان رئيسي تضيف اللي هي نظام البوليت او لو انت بتحط عناوين تحت بعضيها ينظمها لك بنظام البوليت تقدر ان انت تضيف حتى صور وتضيف فيديوهات وتضيف كل حاجه حتى الفايلات تقدر ان انت تضيفها في كميه مميزات يا جماعه زي ما بقول لكم رهيبه جدا جدا تساعدك في انشاء بيزنس رائع جدا جدا فانا على سبيل المثال حاطط عنوان عاوز العنوان ده يبقى تحت منه خط كده او شرطه لو نزلنا تحت مثلا هتلاقي في كلمه اسمها دايفايدر لو انا دوست عليها بالشكل ده عمل لي خط تحت العنوان بتاع الصفحه بتاعتي طبعا زي ما انت شايف مجرد ما انا حطيت اسم للصفحه بتاعتي على طول ايه اتسمت هنا ماجيك ستوريز ايضا طيب ناقص بعد كده ايه ناقص ان انا احط مقدمه للصفحه بتاعتي اي صفحه في الدنيا بيبقى ليها التايتل بتاعها او العنوان بتاعها ومقدمه بتشرح هي الصفحه دي بتقدم ايه بالظبط فانا على سبيل المثال أه بقدم أه في صفحتي قصص للاطفال فكل اللي عليا ان انا اعمل مقدمه هنا خاصه بالاطفال، ممكن ان انا استعين بالذكاء الاصطناعي اللي جوه الموقع نفسه لو نزلنا هنلاقي في حاجه اسمها اي اي لو او لو انت دوست كلمه سلاش كده وعملت اي اي بنفسك هتلاقي ان في حاجه اسمها اسك اي اي لو انا دوست عليها بالشكل ده وزي ما قلت لك دي ميزه بتميز هنا الموقع ايضا وبشكل مجاني ان الذكاء الاصطناعي موجود معاك تقدر ان انت تستعين به ان هو يعمل لك اي حاجه انت عاوزها في الصفحه بتاعت حضرتك، فانا هنا ممكن اقول رايت فور مي an introduction for my page about selling uh, stories for kids تمام نعدل اي اخطاء مثلا بعد كده اقول له ابدأ هيبتدي ان هو خلال ثواني جاهز لحضرتك المقدمه بتاعتك بالشكل اللي انت شايفه، هل انت تعبت في اي حاجه؟ انت ما تعبتش في اي حاجه، الموقع نفسه موجود فيه خاصيه الذكاء الاصطناعي اللي بتساعدك تنشئ البيزنس بتاعك وانت حاطط رجل على رجل معاك كوبايه الشاي الجميله بتاعتك وقاعد كده بتمزمز وانت عارف في الاخر ان الشغل بتاعك ده كله هيظهر لملايين الناس، الصفحه بتاعتك بتتارشف في محركات البحث بتاعت جوجل وفي جميع الصفحات على الويب، فدي حاجه رائعه جدا، مجرد ما انا خلصت هنا المقدمه بتاعت الصفحه بتاعتي نعمل برده أو إن أنت تدوس على علامة الزائد ونعمل آه فاصل زي ما عملنا في المقدمة يبقى هنا في فاصل ما بين العنوان والمقدمة ثم فاصل ونبتدي إن إحنا هنا نحط بقى الشغل بتاعنا مثلا طبعا كلنا عارفين إن أي قصص في الدنيا آه ليها تصنيفات تصنيف الأكشن تصنيف الكوميدي تصنيف الإديوكيشن أو التعليمي فأنت هنا تقدر إن أنت تعمل تقسيمه لو انت حابب تمام طيب انا مثلا على سبيل المثال هعمل ايه عشان اجيب القصص بتاعتي زي ما قلت لحضراتكم من غير ما انا انشئها بنفسي دي خطوه رائعه جدا هنشوفها مع بعض في موقع مجاني تماما تقدر تحصل عليه على ملايين القصص الموجوده بشكل احترافي ورائع جدا وبشكل مجاني تماما تعالوا نشوف الموقع مع بعضينا الموقع اللي قدام حضراتكم يا شباب اسمه بيت تايم ستوريز الموقع ده من اقوى المواقع السريه اللي محدش يعرف عنها كتير جدا غير العبد لله الموقع دوت بيحتوي على عدد ضخم جدا من قصص الاطفال اللي ينفع نحصل عليها بشكل مجاني تماما ونستخدمها طيب بنروح على كلمه ديسكفر من على الشمال وندوس على كلمه براوز بيجيب لك كل التصنيفات بتاعه قصص الاطفال اللي في الدنيا عندك باي ستوري طيب اهو عندك الادفنتشر عندك البيت تايم ستوريز اللي هي قصص ما قبل النوم عندك القصص التعليميه educational عندك الفيبر الفير ستايل وعندك الانواع كلها موجوده قدام حضرتك أي اي نوع من دوت لو انت دوست عليه بالشكل ده بيجيب لك قصص لا حصر لها بمئات الالاف بشكل مجاني تماما، بص معايا كل دي قصص للاطفال ينفع ان انت تحصل عليها، بص دي الصفحه الاولى لو دوست على كلمه نيكست هيجيب لك الصفحه اللي بعديها فيها قصص ثانيه جديده مختلفه، زي ما انت شايف معايا قصص كتيره جدا جدا جدا، طيب افرض زي ما اتفقنا انت عاوز مثلا تعمل قصص للبيت تايم ستوري فبنرجع على الصفحه بتاعتنا ونيجي في السكشن ده كده واقول له والله انا عاوز اعمل هيدنج هنا ادي الهيدنج 2 مثلا وفي الهيدنج ده هسميه بيد تايم ستوريز تمام يبقى هنا انا هبتدي في السيكشن دوت ان انا اعمل ايه ان انا احط قصص ما قبل النوم للاطفال ده السيكشن الاولاني طيب هنيجي ننزل تحت كده وده شغل مهم جدا احنا خلاص سمينا خلاص هنشتغل على البيت تايم ستوريز ينفع طبعا ان بعد السيكشن ده وبعد اضافه القصص بتاعتنا هنا نضيف اكتر من تخصص مختلف يعني لو هنا احنا بنضيف البيت تايم ستوري وبعد ما نحط القصص بتاعتنا في السيكشن ده ممكن نعمل سيكشن جديد خاص بالاديوكيشنال سيكشن جديد خاص بالادفنشر وتحت كل سيكشن بنضيف القصص بتاعتنا فاحنا قلنا ان احنا شغالين في البيت تايم ستوري بدوس عليها كده وعلى سبيل المثال خلينا نختار قصه نشتغل عليها جميل جدا ننزل تحت ونختار واحده على سبيل المثال القصه دي شكلها ظريف جدا دلوقتي كل اللي عاوز حضرتك تعمله ايه انك تنسخ القصه دي من اول العنوان بتاعها لحد تحت بالصور بتاعتها بعد كده هتروح فين هتروح لملف وورد وتنسخ القصه زي ما هي بالظبط بدون اي زياده او نقصان طبعا انا عدلت في شكل الخط وشكل اللون تحاول تعمل بعض التعديلات اللي تخلي القصه بتاعتك شكلها افضل بكتير من اي حاجه سابقه زي ما انت شايف طبعا قصه لطيفه جدا فيها صور رائعه جدا واحترافيه جدا كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت فايل سيف از وتبتدي ان انت تحفظها على هيئه او بصيغه البي دي اف بعد كده تقول له سيف انا عاوزها بصيغه البي دي اف جميل جدا هي كده اتحفظت معايا طبعا يفضل ان انت تعمل بعض التعديلات اكتر مني انا هنا بس عدلت على الخط عشان اقول لحضرتك ملحوظه مهمه ان انت تخلي القصه بتاعتك من جوه فعلا شكلها احترافي قدر الامكان طيب يبقى انا كده لو قفلت هلاقي ان انا عندي القصه بعد ما نزلتها وورد ظبطتها وبعد كده حولتها لملف بدايه فهتلاحظ معايا ان انا مسمي برضو الملف باسم القصه ودي خطوه مهمه جدا جدا عشان دايما الشغل بتاعك يظهر بشكل اسرع في محركات البحث بتاعت جوجل او اي موقع اخر طيب نعمل ايه بعد كده نرجع تاني على الصفحه بتاعتنا على موقع نوشن طيب قبل ما نرفع القصه بتاعتنا محتاجين اول حاجه نعملها ان احنا نحط صوره للقصه بتاعتنا في المقدمه دي اول قصه احنا هنرفعها فلو رجعنا كده ممكن ان انت تختار الصوره اللي انت عاوزها على سبيل المثال دي صوره انا عجباني سيف ايمج از هتبقى دي غلاف القصه بتاعتي انا منزلها بالشكل ده برجع تاني على الصفحه بتاعتي في نوشن بدوس كده على علامه الزائد او علامه سلاش زي ما اتفقنا وننزل ونعمل سيكتور الايمج بالشكل ده طيب هنا هعمل ايه هعمل ابلود للصوره بتاعتي اللي هي صوره القصه الاولانيه اللي احنا بنرفعها هتلاقيها رفعت معاك بالشكل ده هي كبيره هنا بتلاقي هنا في خطين واحد على اليمين وواحد على الشمال من اي خط منهم بتبتدي ان انت تصغر القصه بتاعتك يبقى دي القصه الاولانيه طبعا هي ظاهره في النص ما تقلقش خالص لان انت لو ضفت حتى قصه ثانيه وثالثه ورابعه مثلا على سبيل المثال لو انا عملت لها كده آه... الت او عملت لها نسخ يعني بتلاقيها ظهرت جنبها طبعا تقدر ان انت ايه لو دوست الت تاني والنسخ هتلاقي ان هم ابتدوا ينفع يتحطوا جنب بعض بالشكل اللي انت شايفه ده يبقى دي القصه الاولى الثانيه الثالثه وطبعا ممكن ان احنا نضيف الرابعه الخامسه بتبتدي ان انت ترفع مكتبه كبيره جدا من القصص زي ما اتفقنا على الموقع بتاعك طيب دي القصه الاولى بتعمل ايه من ثلاث نقط دي بتدوس عليها بعد كده بتلاقي حاجه اسمها الكابشن بتدوس عليها بتقدر إن انت تضيف اسم القصه تحت طبعا لو رجعنا ده اسم القصه فوق اهو ذا ويلز بيجو. جورني نقدر ان احنا نروح ونحطه في الكابشن هنا طبعا ممكن ندوس عليه بالشكل ده ونخليه بولد نخليه رفيع ايا كان الطريقه اللي إن انت عاوزه عاوزه مايل عاوزه مظبوط مفيش اي مشكله طيب التركيه هنا في ايه بقى عشان تقدر تربح من المكتبه بتاعتك اللي انت عاملها على الصفحه بتاعتك بشكل مجاني ان انت تخلي القصه دي ليها سعر اي حد يقدر يخش على الصفحه بتاعتك يحصل عليها وليكن بسعر واحد دولار ايوه ممكن تخليها واحد دولار 2 دولار زي ما انت عاوز ولكن انا عاوز اخلي القصص بتاعتي سعرها رخيص جدا وفي نفس الوقت اي حد يقدر, يقدر ان هو يحصل عليها بدون اي مشكله على الاطلاق طب بعمل حاجه زي كده ازاي تعالى اقول لك يا صديقي طبعا زي ما اتفقنا احنا هنخلي اللي عاوز يشتري القصه دي بيدوس على اللينك ده فيقدر يقدر ان هو يحصل عليها بواحد دولار تعالى نشوف مع بعض نعمل حاجه زي كده ازاي ولكن لو انت لسه شاغلك موضوع ازاي تضيف اللوجو بتاع حضرتك طبعا انا بروح لايديوجرام من ايديوجرام ده موقع بالذكاء الاصطناعي انا كتبت له ان انا عندي صفحه عاوز اعمل لوجو ليها اسم الصفحه بتاعي هو ماجيك ستوريز عاوز اللوجو بتاعي يبقى عباره عن فيل شكله كيوت كده لوجو الستريشن هاي ريزوليوشن وطبعا واحد لواحد مربع وقلت له جينيت اداني الاشكال اللي حضرتك شايفها دي طبعا حاجه رائعه جدا واحترافيه جدا 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 على سبيل المثال لو انا عاوز ده اللوجو للصفحه بتاعتي بعمل له تنزيل داونلود عادي جدا على الجهاز بشكل مجاني اهو بعد كده برجع للصفحه بتاعتي ومن كلمه لوجو كده بدوس عليها بعد كده كاستم بعد كده بعمل ابلود للوجو اللي انا نزلته على سبيل المثال كان هو ده بدوس اوبن بيبتدي ان هو يرفع معايا عادي جدا بدون اي مشكله على الاطلاق زي ما انت شايف يبقى ده لوجو الصفحه بتاعي اتحط نفس الفكره في الكفر بتاع الصفحه وهعملهولك في نهايه الفيديو ما تقلقش هعمل لك كل حاجه معاك مش هسيبك ولا خطوه طيب زي ما اتفقنا احنا واقفين دلوقتي ان احنا نحول القصه الاولى بتاعتنا ديت لقصه ذات سعر نقدر ان احنا نربح من خلالها تعال نشوف مع بعض نعمل الخطوه دي ازاي طيب شباب زي ما اتفقنا احنا كنا منزلين القصه بتاعتنا وعملناها بي دي اف لو تتذكروا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا نروح على موقع اسمه فايل ابلود ما تقلقش الموقع دوت رائع جدا مجاني تمام تماما تماما موثوق الموقع ده من قديم الازل من اقدم اه المواقع اللي بتدفع فلوس محترمه جدا 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 على الشغل اللي انت بترفعه عليهم طيب انا بعمل ايه في الموقع دوت الموقع دوت انا هرفع عليه الملف بتاعي طبعا قبل ما اخش على ازاي بترفع الملف وازاي بتحط له قيمه سعريه اللي هي الدولار عشان اللي يجي ينزله لازم يدفع الاول الدولار ده وينزل في الحساب بتاعك تعال نشوف مع بعض من كونفيجريشن هنا انت طرق السحب هي ايه لو بصينا هنا في عندك البيبل بيرفكت ماني التحويل البنكي ويب ماني بيتكوين لايتكوين كوين باي بايسيرا باير ادفانس كاش اليو اس دي تي تي ار سي 20 البايونير موجود ودافون كاش ودافون بالانس اورنج ماني فلوس كاش بلس فيليكس دي زد في البريد المصري ويسترن يونيون ماني جرام وفي البريد الجزائري كمان موجود في الموقع ده انت بتختار الطريقه اللي انت عاوزها حتى لو انت اخترت حتى فودافون كاش بتحط رقم فودافون هنا وتقول له سيف سيدنج. عاوز ان انت تشتغل على مثلا البايونير بتبتدي ان انت تحط ايميل البايونير بتاعك هنا او رقم البايونير بتاعك هنا وتقول له سيف سيتنجز يعني بتختار الطريقه اللي انت عاوز تشتغل بيها حتى لو عملات رقميه وتقدر ان انت تحط رقم المحفظه بتاعتك هنا وتشتغل بدون اي مشكله على الاطلاق طبعا ينفع ان انت تسحب ارباح بتاعتك من اول واحد دولار من كلمه ريكويست بي اوت بدون اي مشكله على الاطلاق طيب نرفع بقى القصه بتاعتنا الاولى ازاي ونحدد لها سعر ازاي بتدوس على كلمه ابلود فايلز بعد كده هتلاقي في العلامة دي بتدوس عليها وترفع القصة بتاعتك البي دي اف زي ما اتفقنا وتقول له اوبن، بعد كده هنا الوصف حاول ان انت الوصف بتاعك يكون هو اسم القصة باخدها كده زي ما هي نسخ واحطه في الوصف هنا ذا ليتل ويلز بيج جورني ده اسم القصة بتاعتي، بعد كده بقول له ستارت ابلود، دايما لما تيجي تشتغل الشغل بتاعك ما تسيبش أي ملف أو أي حاجة بدون ما تديله اسم أو تديله هوية، دوت بيساعدك في ان انت تنجح في البيزنس بتاعك، طيب هو هنا قال لي خلاص القصة بتاعتي اترفعت وكل حاجة ولكن ناقص دلوقتي ان انا اخلي الملف بتاعي على موقع فايل ابلود ليه قيمه سعريه ليه قيمه سعريه اقدر ان انا اربح من وراه طيب بنعمل حاجه زي كده ازاي لو احنا رحنا برضو على الماي اكونتس بعد كده هندوس على كلمه ماي فايلز هتلاقي هنا حضرتك كل الحاجات اللي انت رفعتها كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس على علامه القلم بالشكل ده بعد كده هتلاقي اسم القصه بتاعتك موجود الديسكريبشن هنا ممكن بقى ان انت تضيف بعض الوصف الاخر زي مثلا ان دي ستوري فور كيدز انا انصحك انك في الوصف هنا تحط دايما الكلمات البحثيه او الجمل البحثيه اللي ممكن الناس تدور عليها في محركات البحث بتاعت جوجل عشان توصل لنوعيه القصص بتاعت حضرتك فمثلا نحط هنا مثلا ايه مثلا تحط اسم القصه زائد مثلا مثلا ايه ستوريز فور يور تشايلد ستوري فور كيدز مثلا 3 ل 10 اللي هو من سن 3 ل 10 سنين مثلا، فدي كلها كلمات او جمل بحثيه حاول ان انت تحطها دايما في الوصف، طيب بالنسبه بقى للبرايس هنا احنا بنقول ان اي حد لما يجي ينزل الملف ده لازم يدفع الاول كام؟ فانا هنا بقول 1 دولار وبعلم على الاختيارين دول سواء المشتركين في موقع فايل ابلود او العام حتى اللي بيخشوا على الموقع بشكل مجاني تماما من غير ما يسجلوا عليه، يقدروا ان هم عادي جدا ينزلوا القصه بتاعتي ولكن لازم يدفعوا الاول دولار آه لتنزيل آه القصه بتاعتي، بعد كده بقول له Submit". كده زي ما حضرتك شايف طالما تحت علامه النجمه دي في علامه صح يبقى كده الاعدادات بتاع بتاعتك اتسجلت بدون اي مشكله على الاطلاق ناقص دلوقتي ان انت تاخد لينك الملف ده عن طريق كوبي لينك ادريس نرجع تاني للصفحه بتاعتنا اللي احنا انشاناها على موقع نوشن نيجي على الكابشن او العنوان بتاع القصه الاولى بتاعتنا نعلم عليه كله كده ونيجي نحط له الهايبر لينك اللي هو اللينك بتاعنا اهو بالشكل دوت بعد كده بقول له انتر شكرا انا كده اي حد عشان يحصل على القصه دي وهو بيتصفح القصص اللي موجوده على الصفحه بتاعتي مجرد ما هو داس على اللينك ده هيقدر ان هو ينزل القصه ديت مجرد ما يدفع الواحد دولار تمام يبقى دي الطريقه الرائعه جدا الجذابه اللي بتحقق ارباح ممتازه جدا وبرده عشان تتاكد حضرتك معايا ان الموضوع شغال لو انا دوست اصلا على القصه بالشكل ده هيوديني للصفحه اللي المفروض انزل منها القصه زي ما انت شايف حتى لو انا مشترك في الموقع او حتى ان انا جيست اقدر ان انا اعمل تنزيل للقصه ديت ولكن ما تقلقش هو لو على فري داونلود هيدفع برضه الدولار الاول من الموقع طيب هل ينفع ان احنا نستفيد من الموضوع ده بشكل اخر للربح اه ينفع ان انت تخلي الناس تنزل اصلا الفايل بتاعك من على فايل uh, ابلود بشكل مجاني تماما وعلى كل 1000 تنزيلة انت بتاخد 8 دولار يعني عند حضرتك الطريقتين يا اما ان انت تسعر الملف بتاعك وتخلي له قيمه سعريه بدولار مثلا 100 شخص بقى اشتروه 1000 شخص اشتروه انت بتاخد على القصه بتاعتك دولار هتيجي تقولي طب الدولار ده قليل هاجي اقول لحضرتك انت مش بتحط خمس ست قصص انت حرفيا بتبني لكل سيكشن زي ما اتفقنا ده البيت تايم ستوريز دي بتحط فيها مثلا 500 قصه تيجي للادفنشر ستوريز تحط 500 قصه فبقى عندك مكتبه ضخمه ضخمه جدا لا حصر لها من قصص الاطفال مش بس كده انت ممكن كمان ترفع سيكشن ليه علاقه بالكلرنج بوكس او كتب الترويج بتاعت الاطفال ممكن تعمل سيكشن للاكتيفيتي بوكس اللي هي الكتب الانشطه التعليميه بتاعت الاطفال الفلاش كاردس وكل حاجه من دي يا يعني اما تخلي قيمه سعريه طبعا ده كلها تعتبر منتجات رقميه لان هو العميل بيحصل عليها عن طريق تنزيلها مش هي فيزيكال او منتج ملموس ينفع ان هو محتاج شركه شحن عشان يروح للعميل لا العميل بيحصل على الحاجات دي بشكل اونلاين فتقدر انت تستغل موقعك على نوشل ان انت تقدم كل الحاجات المفيده للاطفال سواء قصص سواء انشطه تعليميه سواء كتب تلوين سواء كتب حتى تعليميه للاطفال اي بوكس عاديه جدا وترفعها هنا ينفع ان انت ترفع حتى ملفات صوتيه ينفع ان انت ترفع فيديوهات او كورسات تعليميه يبقى انت بترفع هنا على صفحه واحده متخصصه في مجال واحد وهو مجال تعليمي للاطفال او مجال خاص بقصص الاطفال ايا كان وتستغله للربح بطرق كتيره جدا لان هوريك تريكه كمان جميله جدا حلوه قوي بتفيد في ان انت تجيب ارباح من الهوا حرفيا ركز معايا وبس لو الموضوع عجبك لحد دلوقتي ارجوك لو سمحت ما تنساش تكون عملت لايك للحلقه ما تنساش تكون اشتركت في القناه وتكون فعلت زر الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد بينزل اول باول الموضوع ده جامد جدا يا جماعه والله والله اللي يشتغل عليه صح ويشتغل عليه بما يرضي الله لا لان اي حاجه في الدنيا محتاجه وقت ومجهود يعني هتنجح بامر الله تعالى ولكن اشتغل ارجوك اتعب لما باجي اقول لك 500 قصه تترفع اه ده هياخد منك وقت ومجهود في الاول ولكن ده هيبقى بس انكم لحضرتك قدام على المدى المتوسط والمدى البعيد بتبقى حضرتك نايم خلاص الصفحه بتاعتك متارشفه في محركات البحث بتاعت جوجل وزياره في الثانيه في الثالثه في المية في الالف الصفحه بتاعتك بتتصدر اكتر في محركات البحث لحد ما البيزنس بتاعك بيكبر ويبقى في عندك راس مال بيشغل نفسه بنفسه من غير ما تتعب في اي حاجه من غير من غير ما تكون عملت اي حاجه على الاطلاق ولو عاوز ازاي تعرف ايه هي الانشطه التعليميه، ايه هي الماتيريالز الالكترونيه او الديجيتال برودكتس اللي ممكن حضرتك ترفعها الصفحه بتاعتك، فهتلاقي عندي فيديوهات لا حصر لها بتتكلم عن المنتجات الرقميه اللي ممكن تستغلها على موقع نوشن وتكسب من خلالها، ودايما بتلاقيني سايب لك قوائم التشغيل بتاعت القناه في صندوق الوصف، تاكد ان انت تعدي عليها وتشوف الحاجات المناسبه ليك اكتر، آه بتلاقي حاجات متنوعه كتيره جدا بصراحه هتفيدك بكل تاكيد ان شاء الله تعالى، يلا بينا نكمل حلقه النهارده ونشوف ازاي ممكن نكمل آه الشركات الرائعة الإضافية اللي تساعدنا في تحقيق أرباح أقوى واكثر بكتير كمان من اللي أنا بكلم حضراتكم عليها دلوقتي يبقى احنا اتفقنا خلاص ان احنا هنا عملنا السيكشن بتاع البيت تايم ستوريز وعرفنا ازاي ان احنا بنربح وبنعمل لينك او تربيط ما بين كل قصه والحساب بتاعنا في فايل ابلود عشان نقدر ان احنا نربح من خلاله زي ما قلت لك فايل ابلود بيسمح لك بالربح بطريقتين سواء على كل 1000 تنزيله بتاخد 8 دولار او ان انت تسعر الملف بتاع حضرتك عشان اي حد عاوز يحصل على القصه دي بيدفع دولار ويبتدي ان هو ينزلها طيب انا خلصت السكشن الاول باجي كده في السطر اللي بعد كده ندوس على كلمه سلاش او كلمه الزائد او علامه الزائد اللي بتبقى على الشمال فاصل ما بين السكشن الاول والسكشن الثاني طبعا هنا بندوس علامه الزائد هيدنج 3 او هيدنج 2 تبتدي ان انت بقى تضيف مثلا ايه لو دي كانت البيت تايم ستوريز فهنا هتبقى الادفنشر ستوريز طبعا انا بقول لك بس تعمل ايه انا مش هكملها عشان وقت الحلقه ولكن بعد كده هتبتدي ان حضرتك تضيف برده قصص خاصه بالادفنشر ستوريز في السكشن ده انا بعلمك ازاي بس بتبني الصفحه بتاعتك طب افرض انت عاوز ترفع فيديو عاوز ترفع اي حاجه تاني برده من علامه ازاي تقدر ان انت زي ما اتفقنا بترفع الفيديو ترفع آه ملف صوتي او كتاب صوتي زي ما تسميها ترفع صور ترفع الفايلات بتاعتك لو انت عاوز ترفع بقى الفايل نفسه بتاع القصه ينفع من كلمه فايل تدوس عليها وتعمل ابلود للفايل ده هنا عندك على الصفحه بتاعت حضرتك فدي كلها حاجات رائعه جدا الصراحه طبعا لو انت عاوز تشيل اي حاجه وتعملها ديليت بتدوس على النقاط بتاعت السكشن ده هتلاقي في كلمه اسمها ديليت اهو شكرا بتتشال اهو بندوس على النقط دي ديليت بتتشال خلاص يبقى انا بعرفك ازاي ايضا بتشتغل على الموقع طب افرض انا عاوز بعد ما انا خلصت الصفحه بتاعتي اضيف لينكات السوشيال ميديا بتاعتي عاوز ان انا اكون عامل لي صفحه على بنترست برفع عليها الشغل بتاعي بعمل كونكت ما بين صفحاتي على السوشيال ميديا والصفحه بتاعتي لو انا دوست علامه اللي وكتبت اي اي كده وجبنا اسك اي اي تو خلي بالك عشان الجزئيه دي مهمه جدا وبتعمل كونكشن وربط ما بين صفحات السوشيال ميديا بتاعتك وصفحه البيزنس الخاصه بحضرتك على نوشن هاجي اقول له هنا كرييت for مي فور ماي بيج سوشيال ميديا لينكس انا عاوزه هنا يضيف لي سيكتور خاص بالسوشيال ميديا زي ما انت شايف فولو اس وابتدى ان هو حط لي الفيسبوك ابتدي ان انا بس اعدل على اللينك بتاع الفيسبوك اعمل اديت واكون عامل لي صفحه على الفيسبوك بحط عليها نفس الشغل برده واحط هنا اللينك الصفحه بتاعتي عندي صفحه على الانستجرام نفس القصه باجي كده اقف عليها وقفه صغيره وبعد كده اعمل لها ايدت. تويتر يوتيوب نفس الكلام افرض انت عاوز تزود حاجات ثانيه عادي جدا اطلب من الاي يحط لك او ان انت تيجي كده وتدوس انتر وتبتدي ان انت تحط اسم الحاجه اللي انت عاوزها يعني انت تقدر تعدل وتعمل كل الشغل اللي انت عاوزه بدون اي مشكله على الاطلاق طب ممكن اعمل ايه كمان ممكن ان انا اعمل سيكتور بقى وخلي بالك من الجزئيه دي سيكتور الدونيشن الناس اللي هي بتكون موجوده على الصفحه بتاعتي ولقيت الحاجات اللي هي عاوزاها واتبسطت وكله تمام اعمل بقى سيكتور ليه علاقه بالدونيشن طبعا ده احنا بنشوفه في كل الصفحات لما الناس بتاخد حاجه لقيتها اخيرا بعد ما دورت عليها فتره طويله لقيت ان الصفحه دي بتقدم فعلا حاجه ممتازه جدا فممكن نعمل سيكتور ليه علاقه بالدونيشن او التبرعات نحط بقى محفظه الفودافون كاش بتاعتنا نحط محفظه البايير بتاعنا نحط الحساب البنك بتاعنا عشان الناس غير ان هي اشترت القصص بتاعتنا او نزلتها حتى تقدر ان هي تعمل تبرع بدولار باثنين ب100 ب1000 مبيبقاش في اي مشكله على الاطلاق طيب هل حاجه زي كده انت اللي بتعملها لا يا صديقي زي ما قلت لك انت عندك هنا يعني قوة ضاربة حرفيا وهو الذكاء الاصطناعي الخاص بموقع نوشن انا ل... انا عندي فكرة عاوز انفذها بس مش عارف انفذها ازاي الذكاء الاصطناعي هنا هو اللي يعملها لي في الصفحة بتاعتي فهاجي هنا برضو من علامة السلاش ادوس اي اي زي ما اتفقنا اجيب أصق اي اي تو واقول له هنا كرييت فول ماي بيج ا دونيشن سيكتور ضيف لي قطاع خاص بالتبرعات للصفحه بتاعتي ولو دوست له انتر كده هيبتدي ان هو يحلل الطلب بتاعي بص معايا الحلاوه والجمال سبورت اس وابتدى ان هو كتب اهو اف يو انجوي او الستوريز لو انت استمتعت بالحاجات اللي بنقدمها من قصص على الصفحه بتاعتنا دونيت هير ممكن انت بقى هنا دونيت هير دي تحطها مثلا البيبل بتاعك لو انا وقفت هنا اديت احط هنا محفظه البيبل بتاعي ممكن ان انا اسميها هنا مثلا آه بيبل اهو بيبل وهنا احط الايميل بتاع البيبل بتاعي احط هنا كذا 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 اهو يعني مثلا حطيت كذا 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 يعني تمام مثلا تمام يبقى خلاص اي حد عاوز يتبرع لي هيدوس على علامه البيبل ثانك يو فور جينيرستي يعني شكرا لقلمك الشديد ينفع ان انا تحت اقول له مثلا انتر واحط بقى فودافون كاش ممكن اكتب هنا كده فودافون كاش تمام وابتدي ان انا ادوس على علامه فودافون كاش دي مرتين هنا بعد كده احط هنا مثلا رقم محفظه الفودافون كاش او ان انا ادوس هنا نقطتين وهحط رقم الفودافون كاش بتاعي عشان الناس تتبرع لي عليه عندك طرق كتيره جدا للاستغلال الموقع الخاص بحضرتك طبعا هنا ان انت عشان تضيف كفر للصفحه بتاعتك ممكن ان انت تشتغل على موقع كانفا ممكن ان انت تجيب حاجات جاهزه من على موقع زي مثلا موقع بيكسا او بيكسلز بشكل مجاني وتكون حاجه بتعبر عن الصفحه بتاعتك وتضيفها هنا الموضوع سهل وبسيط كل اللي عليك انك بتدوس على كلمه تشينج كفر طبعا هو مديك حاجات كتيره جدا جدا الحقيقه ممكن انت تختار الحاجه المناسبه بالنسبه لك وبالنسبه لصفحتك لو ما لقيتش من كلمه ابلود بينفع ان انت ترفع الكفر بتاعك طبعا هو مديك هنا المقاس اللي انت تشتغل عليه او لو في لينك للصوره بتاعتك وفي هنا الانسبلاش او الصور المكتبيه الخاصه بالموقع ممكن برضو ان انت تستغلها هي مش كتير ولكن ممكن تبحث انت بنفسك عن صوره معينه حاجه مثلا ليها علاقه بالستوريز بالشكل دوت هتظهر لك بقى حاجات زي كده ممكن انت تختار الحاجه المناسبه حاجه زي كده مثلا هتلاقي ان هو بيغير لك فيها بدون اي مشكله على الاطلاق بالظبط زي ما حضرتك شايف كده غير لي الكفر بتاعي بدون اي مشكله طبعا الموقع هنا زي ما اتفقنا انت بتعمل فيه كل حاجه ممكن حضرتك تتخيلها موقع رائع جدا موقع لو انت ما اشتغلتش عليه وفكرت بره الصندوق بيفوتك حرفيا كنز انت ممكن تعمل صفحه بتنشر عليها او بترفع عليها افلام مسلسلات آه، كورسات زي ما اتكلمنا بترفع عليها اي حاجه انت عاوزها وتربطها بجيت ربحيه يعني ايه جيت ربحيه بيجيت زي في الأبلود يقدر ان هو يحصل الارباح من الناس ويدفعها لك ان انت تربطها مثلا بحساب البيبل بتاعك يعني في اكتر من طريقه تشغل بيها دماغك وتربح ممكن انت تعمل صفحه برنت اون ديماند للشغل بتاعك وتربطه بالسوشيال ميديا بتاعتك يعني يا جماعه اللي ما بيشتغلش على موقع نوشن من الاخر فايته كتير جدا جدا عاوز اقول لك ان موقع نوشن ينافس عادي جدا موقع تشوبي لان هو بيقدم كل الفيتشرز اللي ممكن تتخيلها واكتر كمان بطريقه سلسه للمبتدئين وبدون اي راس مال على الاطلاق تيجي تقول لي طب ما شوبيفاي في نظام سي اي او ان الصفحات هناك او المتجر هناك يبتدي ان هو يتارشف عادي جدا ويظهر للناس هاجي اقول لك ما انا لو خلصت الصفحه بتاعتي وجيت هنا عملت لها شير بعد كده جيت على ببلش من فوق على اليمين وقلت له ببلش الصفحه بتاعتي انشر لي الصفحه بتاعتي وجيت هنا قلت له ارشفها لي في محركات البحث بتاعت جوجل وقلت له اوكي ولاحظ معايا بقى اسمها ظاهر ماجيك ستوريز سلاش نوشن بس هنا دي صفحه خاصه بالقصص اي حد هيدوس على اللينك دوت اللي بيظهر في محركات البحث بتاعت جوجل عادي جدا هيبتدي يخش على الصفحه بتاعتي بدون اي مشكله على الاطلاق لو انا دوست على فيو سايت عشان نشوف شكل الموقع بتاعنا بعد ما اتارشف والزائر لما بيخش بيشوفه عامل ازاي هنشوفه حاجه رائعه جدا بقى موقع مجاني تماما تم انشاؤه ببزنس رائع جدا بمنتهى البساطه طبعا هو ظاهر هنا بالدارك مود لان انا نظام الويندوز عندي بنظام الدارك مود بص معايا لما يحمل الدنيا احترافية انا عملت شغل رائع جدا جدا انا طبعا عشان بشرحه واخد وقت لكن انت لو عارف انت بتعمل ايه في ظرف ساعة هتكون عامل البيزنس بتاعك كامل متكامل طبعا حاجة احترافية زي ما انت شايف اللينكات شغالة يعني العنوان موجود اللوجو بتاعي موجود نظام السوشيال ميديا اللي احنا عملناه مربوط بص اللينكات كلها شغالة بدون اي مشكلة على الاطلاق نظام الدونيشن سبورت اس وحاطط اللينك البيبل بتاعي فودافون كاش باير ايا كان ليه حضرتك ما تستغلش البيزنس ده وتبدا عليه دلوقتي حالا اي حاجة واقفة معاك شوف الفيديو مرة وثلاثة. اعمل شير للفيديو ده خلي غيرك يستفيد الدال على الخير كفاعله وانا والله العظيم غرضي ان انت تستفيد اه انا بستفيد من المشاهدات ده طيب طبيعي انا يوتيوبر شغال ده شغلي ولكن انا في نفس الوقت زي ما انا شغال وبحاول ان انا ربنا يكرمني بفضله عمن سواه ولكن انا بحاول افيدك في قدر الامكان دي قناه تعليميه ربحيه تعليميه ربحيه كلمه تعليم جت قبل الربح لازم حضرتك تتعلم الاول تستفيد الاول ثم الربح يجي بعد كده يعلم ربنا ويشهد عليا ان انا غرضي ان حضرتك تستفيد بما يرضي الله تعالى انا دايما بحاول ان انا اتجاهل المواقع الربحيه اللي هي بتقول اكسب دولار اثنين على المهمات على مش عارف ايه الروبل الروسي لا انا دايما بحاول افيدك كقناه تعليميه في المقام الاول ثم الربح بيجي بعد كده طبق اشتغل اجتهد توكل على الله خلي عندك يقين بالله ان ربنا هيكرمك في الاخر وهيجازيك خير اه, واكيد هتوصل بدون اي شك على الاطلاق بفكر حضراتكم مره اخرى انكم تاخدوا جوله في فيديوهات القناه فيديوهات غنيه بالمعلومات غنيه بالتريكات الربحيه من الانترنت بشكل مختلف وحصري مش هتلاقيها في اي مكان تاني على الاطلاق بس كده يا شباب بكده اكون ختمت مع, ده... مع حضراتكم حلقه النهارده اتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو في اي سؤال واقف قدام حضراتكم يا ريت لي في التعليقات تحت كمان ما تنساش تكون عضو من اعضاء فكره تانية على قناتنا على التليجرام والفيسبوك بسيبهم لك دايما في صندوق الوصف تاكد انك تكون موجود عليهم حتى لو حضرتك من الفائزين الخاصين بالجائزه الاسبوعيه بتاعتنا لازم حضرتك تكون فرد من اسره فكره تانية على التليجرام والفيسبوك عشان بيتم الاعلان عن الفائزين من خلال القنوات دي كمان بينزل عليهم كل جديد اول باول بينزل تزامنا مع اليوتيوب عشان ما يفوتكش اي حاجة بتنزل كان معاكم اخوكم مبارك دي قناتكم فكرة تانية لكل ما يتعلق بالربح من الانترنت مع السلامة